الدستور الحقيقة من الحاجات الجميلة اللي بتعملها لنا كده كل فترة كده، مرتبطة بحدث زميلنا العزيز الدكتور عيد رحيل. أحب أنا أوي الزملاء الصحفيين اللي معاه ماجستير، اللي معاه دكتوراه، بيتعبوا في ال... وعيد رحيل دكتور في كلية الإعلام ومخرج وفنان جميل، يعني عنده حس صحفي حلو. فأنا يعجبني أوي التعامل مع هذه النوعية من الصحفيين اللي عندهم رؤية كده وعندهم فكر. سعد نبيها، شوفوا سعد نبيها بيحييكم. طبعا كانت سعدنا بيها، فهو قال لك سعد نبيها. ده الكلام كان حصل في كام سنه اللي فاتوا. استطلاع الدستور يرسم ملامح العيد في مصر، سهره صباحي في الوقفه ولبس جديد واستحماء ونستحمى يعني، ومدرسه المشاغبين والفته والعيديه. هي يعني الحاجات دي مش موجوده دلوقتي يا دكتور عيد، بس شويه في الريف موجوده، يعني شويه في الريف. يعني انا اتطلع كده ان الواحد مره يروح يجيب العيد من اوله ويحط الهدوم بتاعته تحت المرتبه ويقوم يا حاج جمال الايام دي، وحمايه العيد بقى استاذ والليفه والحجر والحاجات يا جمالك. الاخبار بكره ان شاء الله شراكه استراتيجيه بين مصر والهند، السيسي ومودي وقعان اعلان رفع مستوى العلاقات بين البلدين، دعوه الرئيس المشارقه بقمه مجموعه ال20 بنيو دلهي، مدبولي مع رئيس الوزراء الهندي في جوله بالاهرامات، صوره لسياده الرئيس مع رئيس وزراء الهند في هذا الاطار. وحدائق القناطر الخيريه تستعد لماراثون العيد زي ما قال الدكتور عيد رحيل كده، لؤلؤه الشرق تنافس الياسمين وابو قردان، وجوارديولا في احضان الاقصر، مدرب مانشستر سيتي يستقل البالون الطائر وينبهر بطريق الكباش والمعابد. واليوم السابع بكره الاكفأ سيحصل على الوظيفه العامه، رئيس الوزراء تلقى تقريرا من رئيس التنظيم والاداره بشان سير المسابقه او المسابقات المركزيه، ويؤكد الاكفأ سيحصل على الوظيفه العامه. كل المجلات عندنا يعني عن الأهرام العربي، عن المؤتمر الوطني للشباب وإلى الإسكندرية، وكلام من القلب عن زيارة الرئيس الأخير للإسكندرية، نصف الدنيا زميلنا الأستاذ جمال الكشك والزملاء، ورسائل الرئيس السيسي دعم قوي للحوار الوطني، نصف الدنيا بتتكلم عن عدد تذكاري 10 سنوات على 30 يونيو زميلتنا الأستاذة مروة طبج والزملاء في هذا الإطار، والمصور أيضا زميلنا العزيز الأستاذ أحمد أيوب والزملاء في المصور، تحرير المواطن من سعر الصرف وكلام مهم في هذا الإطار، وزميلنا العزيز أحمد الطهري في روزال يوسف، رسائل الرئيس من باريس، و50 خدمة رقمية للحجاج على بوابة دار الإفتاء. كل الشكر والتقديم والتقدير والاحترام زميلنا بيبو اللي كان شرفنا، زميلنا محمد سيد الشهير بيبو، عندنا الاسم الشهر هو اللي بيمشي كده، كان عم الناس معانا، وبعدين عم الناس البولائي، مش بولائي برضو، كان عم الناس اسلام بولائي عم الناس، وبعدين سابنا وراح الستات ما عرفوش يكذبوا، وبعدين حبيبنا بيبو احمد السيد محمد سيد راح فين؟ محمد سيد لا والله يا محمد سيد، طب اديني عيدية يا محمد. محمد سيد حبيبنا بيبو قضى معانا ايام جميله جميله جميله. احنا بنستمتع باي زميل يجينا والله العظيم. فهد يا جمالك يا فهد. فهد بقى يلا ازاي يا ريس؟ يلا امشي يعني؟ طيب. كل سنه وحضراتكم طيبين، عيد سعيد عليكم، وان شاء الله باذن الله زي ما قلتوا حضراتكم نشوفكم باذن الله في بدايه الثوب الجديد بتاعنا يوم 5/6 يوليو الجايين، هيبقى 3 ايام في الاسبوع، اربع وخميس وجمعه باذن الله. كل سنه وحضراتكم طيبين، وكل سنه والشركة المتحدة والعاملين في الشركة المتحدة وكل الحقيقة الجهد المبذول من الشركة المتحدة، بشكر حضراتكم جزيلا على المجهود المبذول في طريق الإعلام المصري في هذا الأمر. كل سنة وحضراتكم طيبين جميعا، وكل سنة والمواطن المصري جميعا، وكل سنة وسيادة الرئيس بخير وكل المسؤولين في الدولة. سلام عليكم.